بطن الولاد غالبا بتاخد عندنا شكل من اتنين. اول شكل بيكون بتركز عندي في البطن السفلية، خاصة لو انت والدة قيصرية هتلاقي ارتفاع في البطن بيتكون عندك اعلى الجرح بتاع القيصرية، وطبعا بيبقى شكله مزعج جدا. الشكل التاني وهو وجود شكل بطن شبيه بالكرش، اللي هي البطن بتبقى عالية من اولها لاخرها، وبيكون في ترهل في البطن من اسفل، بيبدأ الجلد يحصل فيه ترهل، البطن مش بتكون شادة نفسها. سواء عندك الشكل ده او عندك الشكل ده، والدة قريب او والدة بقالك فترة، والدة طبيعي او والدة قيصري ولدت مرة واحدة او اكتر من مرة، انا في الفيديو ان شاء الله هقولك على اسهل طريقة فعالة ونتيجتها سريعة عشان تنحتي وتشدي بطنك تاني في البيت. عشان نتخلص من بطن الولادة لازم نكون عارفين البطن دي اصلا ايه العوامل اللي كونتها عندي. اول عامل عندنا وهو عامل الدهون، الدهون اللي اتكونت عشان انا حصل لي زيادة كبيرة في الوزن اثناء الولادة. ثانيا سبب التغيرات الهرمونية الكبيرة اللي بتحصل لنا في الولادة، ارتفاع هرمون البروجسترون بيؤدي الى زيادة قدرة الجسم على تخزين دهون خاصة في البطن السفلية. النقطة اللي بعد كده وهي ضعف عضلات البطن، التمدد الكبير اللي بيحصل في العضلات لو انت والدة ولادة قيصرية وبطبيعة الحال بقى عندك جرح في عضلات البطن، كل ده بيخلي البطن ما عادتش قادرة تمسك نفسها تاني، العضلة بقت ضعيفة. مع زيادة الدهون بيبدأ يحصل عندنا شكل البطن ده. السبب اللي بعد كده وهو تراكم مية تحت الجلد في منطقة البطن، وده طبعا بسبب فقدان السوائل الكتير اللي بيحصل مع الولادة، فقدان السوائل مع الرضاعة، قلة شرب المية، كل ده بيخلي الجسم دايما يحاول يحتفظ بأكبر قدر من المية تحت الجلد، وطبعا بطبيعة الحال تحت البطن. السبب اللي بعد كده وده سبب منتشر جدا، ان جزء كبير من الارتفاع اللي بيحصل عندي في البطن بيكون بسبب التهابات القولون والامساك. طول فترة الحمل بيحصل لنا التهابات في القولون، ممكن تعيش معانا سنين حتى بعد الولادة، كل دي بتسبب ارتفاع في البطن السفلية. عشان نتخلص من البطن وننسفها تماما لازم نشتغل على كل النقط دي زي ما انا هوضح لك في الفيديو. اول حاجة هنشتغل عليها وهي ان احنا هنحاول نحرق الدهون، هنركز في حرق الدهون على منطقة البطن بمشروب يكون بيحرق الدهون، يكون بيظبط عندي البطن اللي اتكونت بسبب التغيرات الهرمونية اللي حصلت، يكون شغال ان هو بيزود الحرق، يكون شغال ان هو بيزود عندي الاحساس بالشبع. المشروب ده امن تماما سواء انت بترضعي سواء انت مش بترضعي، سواء انت فعال حتى لو انت بقالك فترة كبيرة البطن دي عندك. اساسيات المشروب اللي احنا هنعمله هي 4 حاجات، تقدري ان انت تشربيهم مع بعض او تقدري ان انت تشربي كل حاجة لوحدها. افضل حاجات هي الكركم، الشاي الاخضر، الجنزبيل، الليمون. الكميات المناسبه والامنه سواء بترضعي او مش بترضعي هي الفتله بتاعت الشاي الاخضر تشربي منها واحده او اتنين، الجنزبيل معلقه صغيره مش مليانه، الكركم برضو معلقه صغيره، الليمون طبعا تقدري نص ليمونه ليمونه حسب ما انت تتحملي. ممكن تشربي كل حاجه لوحدها وممكن ان انت تضيفيهم على بعض، وانا كنت عملت مشروب قبل كده في المكونات دي مع بعض، فيديو دقيقتين هسيبهولك في التعليق المثبت اسفل الفيديو وفي صندوق الوصف. والمشروب ده انا كنا حضرنا منه كمية كده عشان نعمله مرة وننساه ونفضل نشرب منه وهو محطوط في التلاجة. طبعا المشروب ده هتشربيه كوباية او كوبايتين في اليوم حسب قدرتك، ويكون بيتشرب قبل الاكل، هو فعاليته ان هو يتشرب قبل الاكل مش بعد الاكل. لو انا دلوقتي عندي حموضة في معدتي او معدتي تعبانة او حساسة ممكن اشيل الليمون والجنزبيل واكتفي بس بالشاي الاخضر والكركم، هيفرق معاكي جدا وفعاليته حلوه قوي، واحنا لسه ما بدأناش في اي حاجه يعني ده لوحده فعال. ندخل بقى على الخطوات اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده هي اساسيه عندي ان انت تشربي ميه كتير على قد ما تقدري. لو انت اصلا بترضعي فانت المفروض تشربي مش اقل من 3 ل 4 لتر ميه في اليوم. شرب الميه الكتير هيخلصك وهيسرع عمليه التخلص من الميه اللي تحت الجلد، وهيظبط عندك ويحسن عندك موضوع الامساك والتهاب القولون. النقطه اللي بعد كده وهي حركات بسيطه هنعملها واحنا قاعدين، مش هنعملها حتى واحنا واقفين عشان ما يبقالكوش حاجه خالص، واحنا قاعدين دي هتساعدني على تقويه عضلات البطن، حرق دهون البطن بشكل موضعي، شد الجلد المترهل بسبب الحمل. اشتغل عندي على الثلاث نقط دول وباكد ان احنا هنعملها واحنا قاعدين. من ضمنهم تمرين اسمه تمرين النفس، انا كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو لوحده، وعايزة اعرض عليكم شوية تعليقات بفضل ربنا الحمد لله على الناس اللي جابت معاها نتيجة في ازالة بطن القيصرية بمجرد ان هي التزمت على التمرين ده بس، واحنا كمان لسه هنزود تفاصيل كمان على التمرين ده. التمرين ده تقدري تعمليه وانت قاعدة، تقدري تعمليه وانت نايمة، تقدري تعمليه وانت واقفة في اي وقت، ومش بياخد منك غير 5 ل 6 دقايق على مدار اليوم. في البداية لازم تختاري وضعية تكوني مرتاحة وانت بتعملي التمرين، تكون سهلة بالنسبة لك،
تقدري بقى تعمليه وانت نايمه او انت قاعده زي ما تحبي. في البدايه تاخدي شهيق كده وزفير عشان تحسي كده بالاسترخاء، وبعد كده لازم تشفطي بطنك بشكل كويس. فكره التمرين ان انا باخد نفس جامد، وانا واخده النفس ده بكون شد عضلات بطني لجوه، وافضل مثبته عضلات بطني لجوه طول ما انا واخده النفس. بعد كده ببدا ان انا اطلع زفير عادي وارخي عضلات بطني. في البدايه بعمل التمرين ده 10 ثواني، يعني كل مره باخد فيها شهيق وبسحب بطني بثبت 10 ثواني، استمر على كده 5 أو 6 مرات في اليوم. بعد كده ببدا اطول المده اللي بعمل فيها التمرين في المره الواحده، يعني اقدر اعمله 20 ثانيه، بعد كده ابدا اعمله 30 ثانيه، بعد كده ابدا اعمله دقيقه كامله. يعني افضل واخده شهيق وماسكه بطني لجوه ومتحكمه في عضلات بطني وشفتها لجوه لمده دقيقه كامله، وبرضه بفضل اعمله تكرار 5 أو 6 مرات على مدار اليوم. يعني احنا بنبدا ان التمرين ده بيبقى مجرد دقيقه في اليوم، بعد كده بقى تمكنا منه وبقينا محترفين فيه نوصله ل5 أو 6 دقائق على مدار اليوم. التمرين ده الفكره الاساسيه منه هي تقويه عضلات البطن. طب عايزين بقى حاجات تانيه تشتغل على شد الجلد المترهل وتشتغل على الدهون، هنعمل برضه تمرينين واحنا قاعدين في مكاننا مش بنتحرك من مكاننا، وبرضه مش هياخدوا مننا كام دقيقه على مدار اليوم. التمرين الاول فكرته ان انت تقعدي على كرسي عادي جدا، وهتبداي تحطي ايديكي ورا دماغك، وتبداي ان انت تقابلي كوعك اليمين بركبتك الشمال وكوعك الشمال بركبتك اليمين، وبيتعمل 10 عدات في 3 مجموعات. التمارين دي كافيه جدا لوحدها، ولكن لو انت عايزه تزودي فعاليه الموضوع شويه انا هقولك على تمرين كارديو سهل جدا تعمليه. فكرته ان انت بتنهجي فبتزودي حرق الدهون اللي بيحصل عندنا. التمرين زي ما انتم شايفين فكرته ان انت بتقعدي ترفعي رجلك وتنزليها على الارض بالتبادل. عايزاكي وانت بتعملي التمرين ده تكوني مظبطه النفس عندك، يعني تعملي تنفسي بالشكل اللي انا وريتهولك ده، وعايزاكي تعمليه انك بتدبي في الارض، يعني كان جسمك بيتحرك جامد وانت بتعمليه، وكل شويه تبداي تزودي السرعه اللي انت بتعملي بيها التمرين ده. وده ممكن تعمليه دقيقه في اليوم دقيقتين في اليوم، هو بس فكرته ان هو نزود بس حرق الدهون بس مش اكتر من كده. اخر حاجه عايزه اتكلم فيها وهي نقطه تغذيه. في ناس كتير بتبقى مشكلتها مش بس في البطن بتاعه الولاده، ناس كتير بتبقى عايزه تخسس جسمها بالكامل. فانا هسيب لكم 3 فيديوهات في التعليق المثبت اسفل الفيديو حسب بقى اللي انتوا عايزينه. يعني لو انت عايزه روتين يخسسك مع الحفاظ على اضرار اللبن مع الرضاعه هتلاقي الفيديو ده عن نظام تغذيه المرضعات. لو انت عايزه نظام غذائي يساعدك ان انت تخسي من جزئيه البطن برضه هسيبه لك. لو انت بقى عايزه تخسسي جسمك بالكامل بنظام غذائي سهل جدا وبالتدريج ومن غير حرمان برضه هسيب لك الفيديو ده في التعليق المثبت اسفل الفيديو عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده. طبقوا الحاجات اللي احنا قلنا عليها، التمارين، المشروب، شرب الميه الكتير، ولو حابه تزودي نظام غذائي هتلاقي الاوبشن اكيد اللي مناسب لظروفك، وشوف ان شاء الله الفرق اللي هيحصل وما تيأسيش. ان شاء الله هتحس بفرق مهما كان شكل بطنك، والموضوع من غير مجهود خالص بس وصبي، وهتشوف نتيجه تبسطك ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم او سمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل اكبر قدر من الناس ويستفادوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.